انا متربي محترم. امتى هتبقوا محترمين؟ امتى؟ فرحانين اللي قاليه انا بستقفل؟ عشان كده راح ابوك. سموحه سامحت. سموحه فرج عامل انتوا عارفين لا مؤاخذه. عارف يعني ايه فرج عامل لا مؤاخذه؟ انت عارف نفسك في اسكندريه بتعمل ايه معاك. لما ما قدمش شكوى لما قد الهرب ده لعب. احنا الصبح مقدمين شكوى وحاطين فيها الفيديو اللي عمل الحركات القذره. اعمل الوم مخده ما عملهاش احنا. اللي بادب وسفاله وحضاره. هناخد حقنا وده ماتش وعدى وعندنا احسن لعيبه تاني عندنا احسن لعيبه انما حزنانين مش من ماتش من ان نادي سايب عيل اللي ادب هربان يلعبه عشان يشتمنا. طب الدنيا هتمشي كده ازاي؟ وكلنا بنهدي ومتحملين عشان الدولة المصرية اللي هو مصمم يعمل فيها فين؟ يا عم غلبنا شكرا، ايه المشكلة؟ انما تقعد تعمل كده وهو لا مش شكرا مش رياضة. دي مش رياضة دي قلة أدب. وأنا متأكد إن الموضوع ده مش هيعدي. الموضوع ده مش هيعدي. خلاص ماتش بطولة. لكن في قلة أدب حصلت في الملعب. سيبوك من الحكم بقى الواد مسك الكورة بين الاثنين. مش مشكلة. هو الحكم جاي في قبل مني مش فاهم بصراحة. في كورة لفتت نظري. أنا قعدت أضحك. فاكرين الكورة اللي جت في العرض ومشيت؟ حد يقول لي مين اللي اتشاطر؟ رجعوا تاني الماتش كده. حد يقول لي مين اللي حد شاطر الكورة دي خلاص. الكورة مش لوحدها. لوحدها لوحدها وبعدين راح داخل الشمال لوحدها وخبطت في العوده لوحدها. عايزين يا جماعه نلعب راجل لراجل رياض لرياض. المكسب والخساره واردين ما عندناش اي مشكله خالص. وتحملنا كتير عشان البلد. شتي من الواد اسلام الشاطر وسلم الواد كل دول متحملين ما عندناش مشكله عشان بلدنا. انما توصل للاعب امبارح هربان يلعبه عشان يعمل حركات دي بايده ويشتمك قذره لجماهير الزمالك ما اعتقدش حد هيفهم وما اعتقدش الموضوع هيعدي كده. احنا مكملين زي ما احنا